إذن كما تابعتم مشاهدينا الكرام، وصلت قبل قليل حافلة المنتخب الوطني الجزائري هنا إلى مركز التدريبات. كما تشاهدون في هذه اللحظة إجراءات أمنية مشددة من طرف السلطات هنا، السلطات الإيفوارية. المنتخب الوطني أمر بتشديد الحراسة تفاديا لدخول الدخلاء وكذلك ربما بعض المشجعين الذين يرغبون في التقاط صور مع اللاعبين الجزائريين هنا في مركز التدريبات. تفاصيل أخرى ستشاهدونها بالتأكيد عبر قناتكم قناة ديزاد النيوز في الساعات القليلة القادمة.